للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميداي. استاذ لبيد، مرحبا بكم. صراع سياسي بين بغداد واربيل بدات اثاره تخرج الى الشارع، يعني بدات من فتره وتتجلى الان في تصريحات لجنه الماليه النيابيه التي اتهمت وزير الماليه لاعطائه كردستان حصتها من الموازنه. استاذ لبيد، يعني كيف تقرا التصعيد الاخير ضد كردستان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. التصعيد حدث من طرفين، طرف الحكومي الحكومة المركزية والاتحادية، ومن طرف الحكومة أربيل كما نعلم. الأساس الخلافات هي ما شهدته الموازنة. موازنة عام 1919 حدثت فيها سابقة لم تحدث فيما من قبل، وهي أن الحكومة تعهدت بدفع رواتب شهرية للموظفين الأكراد، في المقابل أنها لم تشترط الحكومة المركزية على حكومة كردستان أي إعادة لإيرادات النفطية، يعني لم تشترط ذلك. نعلم أن كردستان أو الحكومة الكردية تصدر نحو نصف مليون برميل خارج إطار الحكومة الاتحادية، خارج إطار المركز، والحكومة حسب الاتفاقية تشترط على الأكراد أن يصدروا نصف هذه الكمية عن طريق شركة سومو الحكومية، لكن الأكراد لم يفعلوا ذلك. الذي حدث من جانب الأكراد، الحكومة لم تدفع كل الرواتب، والحكومة الحالية تحججت بأن هناك وهميين بالحقيقة، فدفعت نصف ما تتطلبه حكومة المركز. هذا من الجانب المالي. على الصعيد الآخر بالحقيقة، الأكراد يستغلون الوضع الأمني الجديد أو الوضع السياسي الجديد في الذي حدث في العراق. نحن نعلم بأن ما حدث عندما أعلنت كردستان أو الاستفتاء أن تمخض عن أن الأكراد يريدون الاستقلال عن العراق. أستاذ لبيد، البعض يصف يعني هذا التصعيد أو التوالي في التصعيد بأنه تصعيد ممنهج، يعني يذهب لصالح أطراف أو جهات معينة، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ هو بالتأكيد الأكراد يريدون حصتهم ويريدون أكثر من حصتهم، يعلون سقف المطالب لكي يحصلوا على ما يريدون. هذه قاعدة سياسية بالحقيقة. الخلافات هي كما تبدو أنها خلافات مالية، لكن لديها تشعبات أخرى، تشعبات جغرافية وتشعبات أمنية كما نعلم. وهناك استغلال، وهناك استغلال لمواقع الضعف في كلا الطرفين. الحكومة تستغل الأكراد لأن في كردستان هناك فساد، وهذا الفساد يؤدي إلى تأخر دفع الرواتب، والرواتب الموظفين أصبحت معتمدة تماما كليا على حكومة بغداد حسب ما ذكرنا سابقا من تعهدات الحكومة. من الناحية الأخرى، من ناحية الأكراد من جهتهم يستغلون ضعف عبد المهدي، لأن عبد المهدي مثقل كما ذكرتم في تقريركم بالنواب المتخاصمين تحت قبة البرلمان، وهناك معارضة تنشأ وتتنامى هذه المعارضة ضد حكومة عبد المهدي، وهناك دعوات بطرح مسألة سحب الثقة من عبد المهدي. لذلك عبد المهدي يحتاج إلى عدد البرلمانيين الإرضاء البرلمانيين الأكراد. فهذه العملية بالحقيقة، عملية الصراع بين حكومة المركز وحكومة كردستان ستستمر ولن تصل إلى نهاية، لأن الطرفين يستغلان بعضهما البعض ويستغلان مواقع الضعف والقوة بينهم فيما بينهم. نعم. في المقابل، ألا ترى أن أربيل بامتناعها عن تسليم عائدات بيع النفط المتفق عليها، يعني هي تفتح الباب أمام هذه المناكفات؟ هو بالتأكيد، يعني احنا كما ذكرنا الاتفاق هو أولا الشروط هي يجب أن تدفع تصدر 250 ألف برميل نفط عبر سومو، والمتبقي يجب أن يعود إلى ميزانية الدولة، المتبقي من النصف مليون. مقابل ذلك يجب أن على الحكومة تدفع 12% من ميزانية الدولة إلى الأكراد، وهناك تعهد جديد أيضا
لأن عبد المهدي كان جدا فعلا كما ذكرتم كان جدا قريبا من الأكراد ويبدو أنه بحاجة إليهم سياسيا ويعرف ذلك، و 12% بالإضافة إلى الروات. هذه المتطلبات من الطرفين، الحاجة المشتركة من الطرفين ستستمر، وكل يلقي باللائمة على الآخر. اليوم طلع علينا مسرور البرزاني رئيس حكومة كردستان ورئيس الوزراء بشرط آخر جديد، يقول أنه يجب أن تدفع الحكومة المركزية، تدفع حكومات تعويضات عن ضحايا الأنفال وضحايا حلبجة، والعدد أصبح يتضاعف عدد الضحايا. في البداية كانوا 3000، بعدين صاروا 4000، واليوم سمعنا رقم جديد 8000 ضحية فقط من ضحايا قصف حلبجة المزعوم بالكيمياوي من قبل العراق. وهذه الشروط وهذه عملية الشد أنا أعتقد ستستمر. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ لبيد الصميدائي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا من مالمو.